حياكم الله مشاهدينا ومتابعينا على شاشة قناة الفجيرة. نرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي 7 على 7 لنسلط الضوء على أهم الأخبار والمواضيع التي والفعاليات التي تقام في إمارات الدولة بشكل عام وفي إمارة الفجيرة على وجه الخصوص، ونقدم لكم إن شاء الله مجموعة من الأخبار التي تهمكم. مشاهدينا الكرام، طبعا انتقل إلى رحمة الله تعالى أول أمس سيف بن أحمد الغرير، أحد كبار رجال الأعمال في الإمارات ومؤسس مجموعة الغرير، حيث أقيمت صلاة الجنازة اليوم أمس أو أول أمس الثلاثاء في 27 من أغسطس بعد صلاة العصر في مقبرة القصيص. وولد سيف أحمد الغرير في منطقة ديرة على ساحل دبي عام 1924، وبما أنه كان أكبر أو الابن الأكبر من أبناء أحمد الغرير الخمسة، سرعان ما انخرط في مهنة عائلته التي كانت صيد اللؤلؤ. وبحلول الثلاثينيات ومع ظهور اللؤلؤ الصناعي من اليابان، أصبحت طبعا مهنة صيد اللؤلؤ غير مجدية، فانتقلت العائلة إلى التجارة بنقل التمور إلى العراق وإلى إفريقيا والهند التي طبعا كانوا يعودون منها محملين بالأقمشة والمنسوجات والأخشاب التي كانت تصنع منها المراكب. ولاحقا أضيف الذهب إلى تجارتهم، حيث أصبحت طبعا دبي مركزا مهما في تجارة المعدن الثمين في تلك الفترة. مع نهاية الخمسينيات بدأت دبي تشهد نموا متسارعا تحت حكم سمو الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، الذي دعم رؤيته الطموحة، حيث أنشأ سيف الغرير عام 1960 مجموعة الغرير لتجمع تحت لوائها الأعمال الخاصة بالعائلة. وقد جرى تقييم كل مشروع من مشاريع المجموعة من خلال إسهاماته في نمو المجموعة وازدهارها، خاصة ونمو اقتصاد دبي وازدهارها عامة، بحيث كانت المجموعة مثالا يحتذى به. ومن جانبه قدم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة عجمان، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله سيف بن أحمد الغرير إلى نجليه وذوي الفقيد. وأعرب سموهم خلال زيارتهم مجلس العزاء بمنطقة الخوانج في دبي عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم لأسرة وعائلة الغرير، داعين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكن فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان. رحم الله رجل الأعمال ومؤسس مجموعة الغرير سيف بن أحمد الغرير، وإنا لله وإنا إليه راجعون. مشاهدينا الكرام، وضعنا اليوم متنوعة خلال حلقتنا في هذه الليلة، سنتحدث عن الغش التجاري ومضاره، وننتقل أيضا إلى موضوع أطفال دار الرعاية الاجتماعية في الشارقة يغادرون لجورجيا. بطولة العرب الفردية للمراحل السنية بالأردن، سنتحدث أيضا عن هذه البطولة وانطلاق المرحلة الثانية من برنامج مجلس دبي الرياضي لتطوير المواهب الشابة. بطولة ريد بول العالمية الأولى لمحترفي الدراجات ستنطلق بالفجيرة، ومدرسة الحمرية لكرة القدم سنتطرق إلى طبعا بعض أو يعني فعالياتها إن شاء الله تعالى. أعزائي الكرام، مشاهدينا، برعاية الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان وممثلات موظفات عن عدد من الوزارات، أقيمت أمس احتفالية بيوم المرأة الإماراتية بمحمية المنغروف الزورة بعجمان. وللتعرف على المزيد من التفاصيل نتابع معا هذا التقرير. نشكر دائرة التنمية السياحية على هالمبادرة الجميلة الفريدة من نوعها في يوم المرأة. نشكرهم على إبراز إمارة عجمان والطبيعة الموجودة فيها، وعلى تميز الفعاليات اللي يقومون فيها في هذا المجال. ما
طبعاً يهمنا إحنا في دائرة التنمية السياحية في إمارة عجمان أن نشارك في احتفالات الإمارات في المرأة الإماراتية والدور الفاعل اللي تلعبه في جميع القطاعات. ومن ورتقينا هذه السنة أن يعني نبرز دور المرأة في مشاركتها في الحفاظ على البيئة والدور الفعال اللي تقوم به. فاليوم إحنا موجودين موظفات الدائرة بالإضافة إلى أخواتنا من مؤسسات أخرى في الإمارة نفسها مشاركين في لفت الانتباه للدور الكبير اللي تلعبه شجرة المانغروف اللي هي نقولها القرم في الحفاظ على البيئة وفي سستين الحياة البحرية الموجودة. اليوم هو يوم المرأة الإماراتية بكثير يعني مناسب في كثير مناسبة خاصة يوم المرأة الإماراتية، لهيك حبينا إنه ناخذ فئة من المرأة الإماراتية نخليهم يجي يتواصلوا مع الطبيعة، يزرعوا شجرة مانغروف بمحمية عجمان محمية الزورة. هاي المنطقة كتير مميزة إنه كانت مسكرة لفترة طويلة، كتير ناس ما بيعرفوا عنها، صار مفتوحة فقط سنتين للعامة، لهيك حبينا نعرفهم أكثر، حبينا نخليهم يجوا يتواصلوا مع الطبيعة، يرجعوا يعطوا للطبيعة ويكون عطاء من المرأة الإماراتية للطبيعة الإماراتية. مشاهدينا الكرام، في إمارة الفجيرة تنطلق بطولة محترفي الدراجات الأولى التي تنظمها ريد بول، وإن شاء الله بتنطلق في الفجيرة مثل ما ذكرنا تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة، بالتزامن مع افتتاح أول مضمار مطبات احترافي في الشرق الأوسط. ستنطلق بطولة ريد بول العالمية الأولى لمحترفي الدراجات في سبتمبر القادم، وطبعا تفاصيل حول هذا الموضوع نرحب بالمغامر الأستاذ سعيد المعمري مدير مركز الفجيرة للمغامرات لنتعرف أكثر عن هذه البطولة وعن المضمار الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط. أهلا وسهلا فيك أستاذ سعيد. حياكم الله. حياك الله، سعيدين بوجودك. وأنا أكثر. طبعا بالنسبة للمضمار هذا اللي نعم. يعتبر الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط واللي بتصير عليه إن شاء الله أول بطولة، اللي هي بطولة ريد بول العالمية إن شاء الله على هذا المضمار إن شاء الله في سبتمبر 20. نعم. وبيكون حدث جميل أكيد، وخاصة أنه الأول من نوعه في الشرق الأوسط. ماذا يضيف هذا المضمار لإمارة الفجيرة وللمغامرين وللهواة بشكل عام؟ بشكل عام بالنسبة للمضمار هذا كأول مضمار في الشرق الأوسط وكنوع جديد من الرياضة، رياضة الدراجات اللي هو الاستعراض، فبيسمح لهم الشباب أنهم يمارسوا هذه الرياضة، وفي نفس الوقت نحصل أبطال يعني خلال الفترة القادمة إن شاء الله، بما أننا نحن نستضيف البطولة هذه لمدة 5 سنوات ما شاء الله إن شاء الله تعالى، فمتفائلين خير أن الشباب بيحصلون يعني بدال عندنا شباب ما شاء الله يسافرون لأوروبا ولآسيا على أساس يتدربون على هذه الرياضة. فهذه المضمار بفضل الله وتوجيهات سيد سمو الشيخ محمد قدرنا نبني هذا المضمار هنا بحيث أن نساهم في دعم الشباب الاتجاه في هذه الرياضة. جميل. إن شاء الله تعالى. أستاذ سعيد، وين بيكون مكان المضمار وكيف؟ طبعا خلنا نشوق المشاهدين لأنه ما شاء الله هو بيكون بين أحضان جبال الفجيرة في مكان جميل وملفت وسياحي، وبيكون إن شاء الله معلم من معالم الفجيرة السياحية الجديدة. طبعا تحديدا المضمار موجود في حديقة الفجيرة للمغامرات، وتم إنشاء هذا المضمار ونحن جاهزين وبدأ يعني اللمسات الأخيرة للتحضيرات لاستضافة البطولة، ومثل ما قلت أنت في أحضان الطبيعة في بين الجبال، فحتى هم تقريبا 22 مضمار على مستوى العالم ما شاء الله، فنحن كأول دولة عربية أو في الشرق الأوسط موجودين على خارطة العالم أصبحنا اليوم بفضل الله. وهذا المضمار حتى يعني الفريد من نوعه، يمكن تشوف المضامير الأخرى في دول العالم عبارة عن طبيعة خضراء وتحسها متقاربة، لكن هذه مختلفة جدا ما شاء الله، البحيرة والجبال المحيطة فيه، فأعطت لنا منظر جميل، فإن شاء الله الجميع يستمتع في هذا المضمار. شو المواصفات طبعا لهذا المضمار؟ إجراءات السلامة، المعايير العالمية التي طبعا صمم بها هذا المضمار؟ طبعا الشركة اللي هي فالو سولوشن هي الشركة متخصصة في بناء المضامير، وهي اللي أنشأت تقريبا 22 مضمار على مستوى العالم،
فتم استضافة هذه الشركة السويسرية لإنشاء هذا المضمار، فكل يعني تبع في كل إجراءات الأمن والسلامة بحيث أنه يكون المضمار مناسب لجميع الفئات العمرية ولكذا نوع من الرياضة، يعني مش مخصصة على البي ام اكس الدراجات، كذلك على السكي بورد، على السكوترز، وعلى ففيها كذا نوع من الرياضة. والحمد لله يعني اللي قاموا بإنشاء هذا المضمار هم أبطال العالم. تخيل يعني بطل من سويسرا، من إسبانيا، من فرنسا، من ألمانيا، هم اللي قاموا وأشرفوا على إنشاء هذا المضمار. فتم اتخاذ كل تدابير وكل معايير الأمن والسلام فيه. رائع جدا. بالنسبة للمشاركين إن شاء الله في هذه البطولة، طبعا هذه البطولة بيكون عندنا المشاركين في السباق 240، 120 نساء و 120 رجال اللي بيتنافسون على هذه البطولة. ما شاء الله. وإن شاء الله الفاينل بيكون في أمريكا إن شاء الله بعد ما هذه النهائي إن شاء الله بإذن الله تعالى. ما يميز هذه البطولة عن بطولات طبعا الدراجات السابقة؟ ما هو طبعا نحن عندنا بطولات كثيرة بالنسبة للدراجات اللي هي الكروس كانتري، عندنا الأب الاندورو. هذه المرة بتكون مختلفة كثير، أساسا بنستخدم فيها المضمار كأول مضمار وكنوع جديد من الرياضة اللي يعتمد على السرعة وعلى المرونة على عملية الضغط اللي يسمونه البامب. يعني شيء مختلف في عالم الدراجات اللي بيتم استضافته، فأتوقع نحن بنفرد فيه ونفردنا فيه الحمد لله كمضمار، وإن شاء الله نفرد فيه كبطولات في الشرق الأوسط بإذن الله تعالى. عدد أيام البطولة وأيضا شو هي الفعاليات التي ستتضمن هذه البطولة؟ طبعا هي البطولة بتكون تاريخ 20، لكن قبلها بيوم تاريخ 19 بيكون عندنا افتتاح المضمار رسمي، بالإضافة إلى سباق الأطفال، وبيكون عندنا أبطال العالم وكذلك مدربين يدربوا الناس على عملية استخدام المضمار بالطريقة السليمة، وبنفتتح فيه اللي هو سباق الأطفال. اليوم الثاني إن شاء الله بيكون عندنا السباق الرئيسي اللي هو 240 شخص رجال ونساء بيتنافسون على الفاينل، والتكريم بيكون في نفس اليوم إن شاء الله. واليوم اللي بعده بيكون عندنا إن شاء الله كذلك سباق السكي بورد. هذا طبعا بالنسبة لأنواع المسابقات. أي هذه كمسابقات. نعم. أما كأنشطة وفعاليات طبعا من اليوم الأول من تاريخ 19 من الساعة 4 إلى الساعة 9 المساء فعاليات وأنشطة مختلفة مسابقات. خلنا نشوف الجمهور شو هي الفعاليات. يعني بيكون عندنا أول شيء قرية التراث دائرة السياحة مقدمين فعاليات وأنشطة سياحية تراثية، وكذلك ريد بول مقدمين كذلك بعض المنافسات وبعض المسابقات العالمية، وكذلك في منطقة ألعاب للأطفال وللعوائل والفود تراك، يعني مجموعة مختلفة من الأنشطة والفعاليات والمسابقات والسحوبات بحيث أن يكون انترتينمنت خلال الفترة هذه إن شاء الله. رائع جدا، نتمنى. وهذه بتستمر لمدة 3 أيام إن شاء الله بإذن الله تعالى. أيضا المشاركات الإماراتية في هذه البطولة والعربية، خبرنا أكثر عنها. طبعا عندنا ما شاء الله بطل الإمارات اللي هو عبد الله بيشارك في هذه البطولة، وكذلك البطل من الكويت منصور، وفي أبطال كثيرين من سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية وكذلك الدول العربية، فهذه فتحت مجال كبير لهم أنهم ينفردوا في هذه البطولة، وإن شاء الله نشوف أبطال من الإمارات ومن الخليج ومن الدول العربية يتنافسون على بطولة العالم، فهذه فرصة جدا مميزة لهم بما أن المضمار تم افتتاحه في الإمارات وإمارة الفجيرة تحديدا، بيعطيهم فرصة أنهم يتدربون يستمرون في التدريب بحيث أنهم يقدروا يحققوا أرقام إن شاء الله عالمية بإذن الله تعالى. مثل هذه البطولات أستاذ سعيد برأيك شو تضيفها أيضا للمغامرين على مستوى الفجيرة، للشعب بشكل عام في الإمارات والمجتمع الإماراتي كيف تكون عنده ثقافة المغامرة، وأيضا للإمارات بشكل عام؟ بشكل عام هذا المضمار إضافة نوعية مثل ما قلنا كشرق أوسط، نتكلم عن شرق أوسط يعني. نعم. وفي نفس الوقت نتكلم عن تأثيره على المجتمع الإماراتي، تأثيره على المجتمع أنه بيسمح للمجتمع أنه يجربوا نوع جديد من الرياضة. وميزة المضمار هذا أنه مش محصور على فئة معينة أو على رياضة معينة، في كذا نوع من الرياضة، يمكن 6 أنواع من الرياضات اللي يقدر يمارسوها على هذا المضمار ما شاء الله. بالطريقة الآمنة والسليمة، وكذلك في تدريب بيكون على المضمار هذا، والمضمار بيكون مفتوح إن شاء الله من بعد البطولة، فبيسمح للمغامرين وللمجتمع أنهم يمارسوا رياضة
جديدة أو كذلك حتى ويشاهدوا هاي النوع من الرياضة، وبالعكس خاصة يعني بما أننا فيها الأمن والسلام والسيفتي الكل، يعني أنا متوقع أن إن شاء الله تعالى السنة الجاية نشوف أبطال أطفال في هذا المضمار إن شاء الله بإذن الله تعالى. شو هي البطولات أيضا القادمة إن شاء الله اللي ممكن تستضيفونها على هذا المضمار؟ بطولات كثيرة ما شاء الله خاصة هذا الموسم، يعني احنا عندنا البطولة الفجيرة الدولية للغوص الحر، وعندنا بطولة الدولية كذلك للأندورو، نعم، وكثير من البطولات والفعاليات إن شاء الله اللي بنطلقها قريبا إن شاء الله بإذن الله تعالى. بالنسبة لفعالياتكم المجتمعية واللي طبعا تقومون من خلالها إلى تثقيف المجتمع، الوصول إلى المدارس، الوصول إلى مثلا المجتمع حتى في المولات أو حتى في الجامعات، شو خططكم بخصوص هذا الموضوع من باب يعني تكوين ثقافة المغامرة لدى المجتمع؟ نحن بدينا يعني أمانة للحين عندنا فعالية يوم المرأة، وكذلك بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات والدوائر الحكومية قاعدين نسلط الضوء على الأماكن والمواقع الطبيعية الجميلة الموجودة عندنا، ونطلع المجتمع أنهم يجربون رياضات جديدة، فهذه مستمرة. يعني اليوم عندنا يوم المرأة، بكرة عندنا أكسر روتينك، بعد كذلك مسابقة لجميع الفئات موجودة كذلك تكون إن شاء الله بكرة، ومستمرين في هذا النوع من الثقافة، ثقافة المغامرات والأنشطة وممارسة الرياضات في الهواء الطلق، وتسليط الضوء كذلك على المواقع الطبيعية الجميلة الموجودة عندنا في الإمارة. فهذا التعاون والشراكات اللي قمنا فيها مع المؤسسات والدوائر الحكومية وكذلك المدارس فتحت باب جديد أنهم يمارسون أنواع جديدة من المغامرات والأنشطة في الهواء الطلق. نعم، نتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق. كلمة أخيرة حاب تختم فيها أستاذ سعيد. والله أول أشكر سيدي سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة على تبنيه ودعمه ومتابعته ورعايته هذه الأنشطة اللي تدعم بالفعل شريحة الشباب بالأخص، يعني وكمجتمع بشكل عام، ونتمنى الجميع يشارك معنا في هذه الأنشطة اللي مش محصورة على فئة معينة، لجميع فئات المجتمع. شكرا لك للأستاذ سعيد المعمري مدير مركز الفجيرة للمغامرات على حضورك معنا وعلى هذه المعلومات اللي فتنا فيها وفتن المشاهد اكيد. يعطيك العافيه. الله يعافيك. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام مستمرين معكم، ولكن نطلع لهذا الفاصل بعدها راجعين، خليكم ويانا. مشاهدينا الكرام، نظمت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة رحلة ترفيهية خارجية إلى جمهورية جورجيا لصالح الأطفال المنتسبين بدار الرعاية الاجتماعية للأطفال التابعين للدائرة، وتستمر 5 أيام خلال الفترة من 25، طبعا استمرت من 25 وحتى 29 من شهر أغسطس. المزيد من التفاصيل معنا عبر الهاتف الأستاذ خالد العبدولي مدير إدارة واحات الرشد في دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة. أهلا وسهلا فيك أستاذ خالد. يا مرحبا فيك. حياك الله يحفظك. سعيدين جدا بوجودك معنا، ونود التعرف معك ومع المشاهدين أكيد بنبذة عن الرحلة الترفيهية إلى جمهورية جورجيا للأطفال، طبعا المنتسبين بدار الرعاية الاجتماعية للأطفال، وما هي تفاصيلها؟ إن شاء الله. في البداية عبر منبركم حاب أشكر صاحب سمو الشيخ سلطان بن حمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسعد عفاف الطاهي المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية على اهتمام الكبير والمستمر بفئة الأطفال. بالنسبة للرحلة، طبعا تعتبر هذه أول رحلة ترفيهية خاصة للأطفال. طبعا مثل ما قلت، هي مدتها كانت 5 أيام، بدأت من تاريخ 25، انطلقت من مطار الشارقة الدولي إلى مطار تبليسي في جمهورية جورجيا. استغرقت 5 أيام. عدد المشاركين فيها 20 طفل تقريبا، نعم، مع مرافقينهم. طبعا الهدف منها كان رسم البسمة على وجوه الأطفال. نعم، ما هي جهود دائرة الخدمات الاجتماعية في دمج الأطفال من فاقدي الرعاية الاجتماعية في مختلف البرامج والفعاليات التي تقوم منها أستاذ خالد؟ طبعا دائرة الخدمات الاجتماعية لها دور كبير بالاهتمام بالأطفال، حيث أنها انشأت دار رعاية الأطفال ودار حماية حقوق الطفل وقطنة جد الطفل. تسعى دار الخدمات الاجتماعية بشكل متواصل في دمج الأطفال من فاقدين الرعاية الاجتماعية من خلال إقامة كثير من البرامج الفعاليات، منها رحلة جورجيا نقدر نقول، وبعد فترة تم إطلاق معسكر حصاد تطوعي، وطبعا مشاركات فعاليات الدولة مثل العيد يوم الوطني ويوم الشهيد ويوم العلم وغيرها طبعا من فعاليات أخرى.
نعم استاذ خالد، ما شاء الله طبعا سافروا الاطفال ووصلوا هناك، اكيد هناك كانت انشطه ترفيهيه ثقافيه في جورجيا قمتم بها، ما هي هذه الانشطه؟ هي الانشطه تم عمل جدول طبعا قبل السفره، تم تنظيم جدول وشمل الجدول على فئتين اللي هي فئه ترفيهيه وفئه ثقافيه. من اشياء ترفيهيه طبعا زياره المنتجع التزلج، زياره الحدائق الوطنيه ضمنها بحيره السلاحف، ومن الاشياء الثقافيه طبعا المدن التاريخيه والتراثيه والقلاع والامور هذه كلها يعني موجوده في جورجيا. نعم، برايك شو اثر هذه المبادره استاذ خالد على نفوس الاطفال؟ ما الذي سيحملونه عندما يعودون ان شاء الله الى ارض الوطن؟ نعم، الهدف الرئيسي كان هو طبعا رسم البهجه والابتسام على وجوههم طبعا، الفرحه على قلوبهم، هذا كان الهدف الاساسي، والحمد لله من خلال فريق العمل اللي موجود معاهم تم شعور بالفرح هذا، يمكن كانوا فرحانين بشكل كبير صراحه. نعم رائع جدا. طبعا ما شاء الله عندكم يعني فعاليات كثيره، مدى نجاح الرحله الترفيهيه الخارجيه التي تنظمها الدائره ايضا كل عام لكبار المواطنين، حدثنا عن هذا الموضوع. نعم، دائرة الخدمات الاجتماعية شكلت لجنة اسمها الرحلات الخارجية. نعم. برئاسة السيد عبد الرحمن درمكي مدير فرع الدائرة بكلبه. نظمت اللجنة يمكن أكثر من 5 أو 6، يمكن عدد كبير ما أقدر أحصي الحينه، لبعض الدول العربية الخليجية الإسلامية. نعم. طبعا كان في تقييم دائما بين فترة والثانية لجميع الرحلات اللي كان تنظمها اللجنة، والحمد لله رب العالمين كان هناك في أثر إيجابي كبير على نفسيات وصحة أبوانا وأمهاتنا خلال الرحلات اللي فاتت كلها. نعم، شاكرين لك وجودك معنا أستاذ خالد العبدولي مدير إدارة واحات الرشد في دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، شكرا جزيلا لك. العفو، شكرا، يعطيك العافية. شكرا. مشاهدينا الكرام، نظمت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة مساء أمس الموافق 28 من أغسطس 2019 ملتقى الفجيرة الأول للمرأة الإماراتية تحت شعار المرأة رمز التسامح، التفاصيل في هذا التقرير. سعدنا اليوم باستضافة نخبة من الإماراتيات التي أثبتنا أنهن كنا قادرات على خوض غمار الحياة والنجاح فيها تحت دعم القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة. اليوم نحن نحتفل بالمرأة الإماراتية التي أنجزت وثابرت واجتهدت وأعطت، كانت مثالا للعطاء في أكثر من مجال، ووصلت بحمد الله إلى مستويات متقدمة جدا على دوليا ومحليا. نحن اليوم هنا وبتنظيم من جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية وبالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الفجيرة نحتفل بهذه الإنجازات. الملتقى يتكون من 3 جلسات رئيسية، الجلسة الأولى اللي هي المرأة بين صناعة الذات والإنسانية، اللي هي احنا دائما نشوف المرأة الناجحة، المرأة اللي وصلت، تمكين المرأة، لكن خلف كل هذا النجاح يعني دائما في قصة أخرى اللي هي كيف نجحت، التحديات والصعوبات اللي واجهت هذه المرأة، وبعد الذات الإنساني أو الجانب الإنساني اللي هي المبادرات التطوعية أو كيف وصلت المرأة إلى ما وصلت عليه. الجلسة الثانية تتكون من العديد من الأديبات الإماراتيات طبعا اللي معروفات، وبتديرها الأستاذة سلمى الحفيتي. الجلسة الثالثة هي برسائل عن الإيجابية، طبعا بدينا جلسة واحدة في رسائل إيجابية كانت من أجمل الجلسات صراحة اللي أنا حضرتها اليوم. المرأة الإماراتية موجودة في كل مكان، المرأة الإماراتية إنسانة طموحة، إنسانة قادرة على العطاء، وكانت بس تنتظر التمكين من دولة الإمارات العربية المتحدة، والقيادة ما قصروا وعطوها التمكين الذي تستحق. أشكر القائمين على الملتقى اليوم، ملتقى المرأة الإماراتية الأولى في الفجيرة، لها الفرصة أن نتكلم عن المرأة الإماراتية وإنجازاتها وقوتها، يعني في بين الماضي والحاضر والمستقبل، يعني المشاركات اللي يتكلموا عن أحلامهم،
واللي يتكلموا عن تجاربهم، يعني كانت تجربة مفيدة جدا واستفدت أنا شخصيا من هذا الملتقى. مشاهدينا الكرام، نروح الآن إلى طبعا فوز منتخب الإمارات بالمركز الأول في بطولة العرب للشطرنج للمراحل السنية من طبعا 6 سنوات إلى 20 سنة، وطبعا يستضيف البطولة الاتحاد الملكي الأردني للشطرنج، وحقق لاعبي نادي الفجيرة للشطرنج الميدالية الذهبية والبرونزية. للمزيد من التفاصيل معنا في الاستوديو اللاعب عمار السدراني الحاصل على ميدالية ذهبية تحت عمر 6 سنوات إلى 10 سنوات، واللاعب محمد سعيد اليليري الحاصل على الميدالية البرونزية تحت 14 سنة. وطبعا نقول لكم أول شيء ألف مبروك، تستاهلون هذا الفوز. الله يبارك فيك، يعطيكم الصحة والعافية. نبدأ معك عمار، ما شاء الله طبعا حرصت المركز الأول ونقول لك ألف مبروك. بداية خبرنا بنبدأ عن بطولة العرب في الأردن. الله يبارك فيك، الحمد لله أني حصلت على المركز الأول. كانت بطولة صعبة، كانت في الأردن في عمان، الحمد لله أخذت الأول. نعم، أول ما صرت هناك خبرني كيف كانت الأجواء، هل كنت مرتبك؟ طبعا بطولة دولية وانت هناك عليك مسؤولية كبيرة تمثل الإمارات، خبرني كيف كان الشعور وكيف واجهت هذه التحديات وتغلبت عليها وما شاء الله عليك أحرزت المركز الأول. الحمد لله كنت متدرب قبل البطولة وكانت أجواء حماسية وبطولة كانت صعبة، الحمد لله أنا أخذت الأول. ما شاء الله عليك. محمد كيف كانت مشاركتكم، خبرنا. أول شيء بسم الله، البطولة كانت صعبة نفس ما قال عمار وحماسية، بس الحمد لله أن أنا وياه استطعنا التدريب والصبر والجهد والحمد لله حققنا هذا الإنجاز. من خلال وجودك هناك محمد، يمكن هي هذه المشاركة لك الأولى في الأردن؟ لا شاركت قبل في دولة الأردن، أول مرة شارك في الأردن، أول مملكة بس في البطولة عامة لا، كم ما شاء الله عليك، لكن أول مرة. ولا شك أن كل مكان له خصوصية وله طابع معين، والثقافة المجتمع تختلف حتى في التحدي. شو الأشياء اللي استفدت منها وراقبتها من خلال وجودك هناك؟ أول شيء اللي استفدت منه أنه لازم أن أطور من مستواي، بعد أنا عندي فرصة أني أجيب الأول في المرات القادمة إن شاء الله بإذن الله تعالى. جهود إدارة نادي الفجيرة عمار للشطرنج طبعا في وصولكم لبطولة العرب للشطرنج كانت جهود جبارة قبيل ذهابكم إلى هناك، خبرني كيف كانت هني تجهيزات تدريبات الدافع المعنوي وكل الدعم لكم اللي وفر لكم طبعا نادي الفجيرة للشطرنج. أول شيء أشكر مدير مجلس إدارة نادي الفجيرة ونائب مدير مجلس نادي الفجيرة للشطرنج، هم سفرونا عشان نلعب بطولات في الخارج ونطور مستوانا، وتدربنا قبل بطولة على اللعيبة اللي منواجههم بطولة العرب، الحمد لله جبنا المركز الأول. ما شاء الله عليك. محمد، شو هي التدريبات اللي خضعت لها هني؟ ويعني أكيد أنتم ما شاء الله تدربون طول السنة، ولكن تعرف قبل البطولة لازم تكون في هناك تكثيف للتدريب، خبرنا عن هذا. الحمد لله النادي مستطاع انه يعطيني تدريب نفسي وتدريب عملي. نعم. تدريب النفسي انه يحضرني قبل المباراه يشجعونه، والتدريب العملي انه ما شاء الله يعني جايبين من افضل المدربين على مستوى العالم وياس يدربونا، واحنا الحمد لله ايش نطور مستوانا. ما شاء الله عليكم. بالنسبه لعدد الجولات في البطوله ونظام كل لعبه عمار، شو هو؟ كان عدد جولات 9 جولات ونظام اللعب 90 دقيقة زاد 30 ثانية بعد كل نقلة. نعم، نوعا ما محمد يمكن الوقت طويل يعني، وعشان يعطوكم وقتكم في التفكير وفي وضع الخطط. أنت بالنسبة لك هل هذا الوقت كفاك ولا تشعر أنه تحتاج وقت أكثر؟ لا الحمد لله كفاني ما شاء الله، يعني أنت أول ما أنت بتلعب بالشطرنج يعني تحس أن الوقت وايد، ولكن لازم تركز على اشياء طبعا تكون هادي و ايه لازم هالشيء. طيب خبرنا عن الاشياء اللي انت تحضرها في نفسك لما تبدا اللعب مع الخصم. اول شيء لازم اني اعرف اكثر عن الخصم، شو اللي يلعب، شو اللينات اللي يلعبها، شنو نقاط ضعفه، شنو نقاط قوته، واحنا لازم اني اركز عليها. نعم، عدد الدول عمار اللي شاركت في البطوله طبعا هناك اعداد كبيره، شو هي عدد الدول اللي شاركت؟ هي 16 دوله. نعم، وشو الدول كانت مشاركة مثلا في الدول العربية؟ دول من كل العالم.
لا كانت بطولة العرب بطولة الدول العربية اللي كان مشاركة 16 دولة. نعم. بالنسبة لعدد المشاركين أيضا محمد كم عدد كان؟ كان 160 لاعب 168 لاعب ما شاء الله. أكيد مع وجود هؤلاء اللاعبين واختلاطك معهم تكتسب من خبراتهم نوعا ما. شو اللي فادك الاختلاط مع هؤلاء اللاعبين؟ فادني الصبر والسرعة البديهة والحمد لله يعني أحس أني منافس لهذه 68 لاعب. نعم. عمار طبعا ما شاء الله عندك مشاركات سابقة خارج الدولة، خبرنا شو اللي اختلف في هذه السنة يعني لما رحت المملكة الأردنية الهاشمية، شو اللي اختلف في هذه المسابقة عن السنوات السابقة؟ اللي اختلف بطولة العرب دائما يكون لعيبة العرب وكل دولة تجيب أفضل لاعبينها. نعم. لكن اللي فرق ويانا أن الأردن مشاركة في أفضل لعيبتهم ويقدر يشاركوا أكثر عن الدول الثانية لأن هم اللي مستضيفين. هي نعم. نعم. هل هناك تغيير في مستوى اللاعبين هذه السنة محمد؟ يعني أنت شاركت أيضا قبل في بطولات، هل تشعر أن هذه السنة ما شاء الله في تطور على مستوى اللاعبين؟ نعم، لاحظنا تطوير كبير من ناحية اللاعبين وقدرتهم على الصبر والتركيز والسرعة البديهة، بس الحمد لله قدرنا ننافس ونمنع المراكز. ما شاء الله عليكم، الله يوفقكم إن شاء الله. يعني مثل ما ذكر عمار بعض بطولات العرب ربما تختلف عن بطولات العالمية. محمد شو اللي يعني تلاحظه أنت أو يمكن يعجبك أكثر في البطولات، هل بطولات العرب أو البطولات اللي مثل من كل العالم، وشو اللي تستفيد منه في كل البطولات؟ بطولة العرب كان لها نكهة خاصة نوعا ما، إن كانت بطولة تنافسية بس حق العرب. نعم. وبالنسبة للبطولات الأخرى، البطولات الثانية الفرق بيننا إن إحنا نختلط مع كل دول العالم. نعم. ونحاول نزيد من قدراتنا. بطولة العرب إحنا نحاول نجيب هذا الإنجاز يعني. نعم، نتمنى لكم إن شاء الله التوفيق. عمر ما شاء الله ميداليات حققتها كثيرة، الميداليات اللي حققتها إلى هذا العام شو هي؟ هذا العام؟ الأعوام السابقة وإلى اليوم ما شاء الله. الحمد لله حققت بطولة العرب 4 مرات، لكن هاي الثالثة على التوالي الحمد لله، ومحقق بطولة كأس رئيس الدولة، والأول الثاني في بطولة برتشن اللي في صربيا ما شاء الله عليك، وبطل الإمارات الحمد لله، وبطل كأس رئيس الدولة ما شاء الله عليك، الله يوفقك. محمد تبعد لكم مشاركات خارج الدولة كثيرة، شو البطولات اللي انجزتها؟ الحمد لله جبت المركز الثاني في بطولة كأس رئيس الدولة، وجبت بطولة الإمارات المركز الأول تحت 12 سنة وتحت 10 سنوات ما شاء الله، وكذلك جبت بطولة العرب المركز الأول مكرر وكذلك المركز الثاني والثالث ما شاء الله عليك. طبعا هناك ألقاب توجتوا فيها، ألقاب دولية وعلى مستوى الدولة، شو هي الألقاب عمار اللي أخذتها ما شاء الله عليك؟ الحمد لله الحين عندي لقب الاف ام هو استاد دولي، وان شاء الله اطمح اني اخذ استاد دولي كبير، ان شاء الله بحاول اجتهد في هذا الشيء وبحصله ان شاء الله باذن الله. محمد ايضا انت ما شاء الله عندك القاب حصلت عليها، شو هي؟ عندي لقب مرشح استاد دولي، وان شاء الله اني اطمح لاكون استاد دولي كبير باذن الله تعالى. نتمنى لكم التوفيق. تجهيزاتك عمار للحصول طبعا على لقب جي ام يا سحاول أول شيء إني أحصل استاذ دولي، يعني استاذ إن شاء الله يا سحاول إني أتدرب عشان أخذ هذا اللقب إن شاء الله بإذن الله بأخذ، وأتدرب كل سنة وألعب بطولات خارجية إن شاء الله بأخذ هاللقب. تنتقل إن شاء الله إلى جي إم، لقب جي إم بإذن الله تعالى. المهارات الواجب توفرها في لاعب الشطرنج محمد، يعني شو هي أهم النقاط اللي أنت تنصح فيها المهتمين في هذه اللعبة لازم يتحلون فيها عشان ينجحون ويفوزون؟ بالنسبة لي من أهم النقاط هي نقطة الصبر، لازم الصبر. كل لاعب شطرنجي يكون عنده هذه النقطة، إن الصبر يعني لعبة الشطرنج تطول 3 ساعات 4 ساعات 5 ساعات والكثير مرات 6 ساعات، فلازم يكون عندك هالصبر. وبعد النقطة الثانية هي السرعة البديهة. السرعة البديهة مثلا يعني صح إن عندك 90 دقيقة، بس مرات مثلا يكون عندك دقيقة مثلا متبقي من الوقت، لازم يكون عندك سرعة بديهة وسرعة في التخطيط. نعم، سرعة بديهية. عمار أنت أيضا شو هي الأساس اللي تعتمد عليها لما تلعب في الشطرنج؟ أني أركز قبل كل جيم وأتدرب على كل جيم وأكون صبور، وأني يعني أكون عندي الثقة بالنفس قبل يعني كل جيم، حتى لو لاعب ألعب عني في التصنيف أو شيء أحاول إني أثق بنفسي وإن شاء الله أدخل الجيم فايز. نعم. بالنسبة للخطط اللي يعتمدها أغلب اللاعبين في لعبة الشطرنج محمد شو هي؟
الخطط قصدك اللاينات له؟ نعم. اللاينات كل واحد يعني لاين مخصص، يعني نادينا مثلا نادي الفجيرة عنده لاين مخصص يحاول انه يلعب عليه، وكل نادي معين في الامارات. نعم. بالنسبة ايضا لما تروحون عمار هذه البطولات، لا شك ان هناك كل واحد له خطة مختلفة، يمكن انت ما تعرف خطة الخصم. كيف ممكن تكتشف خطته في اسرع وقت عشان يعني تواجهه؟ احاول اني اطبق المبادئ، وكل ما العب ويا واحد يغير لي استفيد منه اكثر، لانه كل تفريع او لاين ثاني استفيد منه واتعلمه. نعم، اتمنى لك ان شاء الله كل التوفيق. محمد، شو هي طموحاتك ان شاء الله في المستقبل؟ ان شاء الله اني اخذ استاذ دول كبير، واني امثل دول الامارات في المشارف العالميه نفس بطوله العالم باذن الله تعالى. ان شاء الله باذن الله تعالى. عمار، كلمه اخيره. احب اني اشكر جميع من ساهم في هذا اللقب، واحب اني اهدي هذا اللقب لشيوخ الامارات، شيوخ الفجيره، ولرئيس مجلس اداره نادي الفجيره، ونائب رئيس مجلس اداره نادي الفجيره الشطرنج واعضائه، ولرئيس اتحاد الامارات للشطرنج واعضائه، والجميع من ساهم في هذا اللقب، وان شاء الله القاب الجايه افضل واحسن باذن الله تعالى. شكرا لكم. طبعا عمار السدراني الحاصل على المركز الاول في بطوله العرب تحت سن 16 سنه، وايضا محمد سعيد الليلي الحاصل على المركز الثالث في بطوله العرب تحت 14 سنه. شكرا جزيلا لكما، يعطيكم العافيه. مشاهدينا الكرام، مستمرين معاكم، ولكن نطلع لهذا الفاصل وبعدها راجعين، خلكم ويانا. حياكم الله مشاهدينا من جديد. انطلقت فعاليات المرحلة الثانية من برنامج دعم ورعاية المواهب الرياضية الشابة الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة دو ومركز دو لاليغا للكفاءات العالية، ويستمر حتى يوم 31 من أغسطس الجاري. المزيد من المعلومات والتفاصيل معنا عبر الهاتف مباشرة الأستاذ علي عمر البلوشي، مدير إدارة التطوير الرياضي بمجلس دبي الرياضي. اهلا وسهلا فيك. مرحبا اخوي علي. حياك الله. حياك الله اخوي علي، نورتنا وسعيدين جدا بوجودك معنا. بدايه حدثنا عن المرحله الثانيه من برنامج دعم ورعايه المواهب الرياضيه الشابه. طبعا بداية اشكركم ايضا على التغطيه وتسليط الضوء على المواضيع اللي تتعلق بالمواهب الرياضيه والاكاديميات. لا شك اخوي الكريم ان المجلس اولى اهتمام كبير بالقطاع الحيوي هذا اللي خاص بالناشئين والشباب. منذ تأسيس المجلس جميع الخطط الاستراتيجية، الأهداف الاستراتيجية اللي وضعت للمجلس كان فيها جزء أو جزئية خاصة برعاية المواهب والاهتمام بها والنهوض بقطاع الأشبال والناشئين في الأندية، طبعا في مختلف الألعاب. المجلس أيضا أطلق منذ أكثر من موسم برنامج متكامل للمواهب والأشبال والبراعم والناشئين في جميع الألعاب، والبرنامج طال عمرك يشمل جميع الجوانب، يعني منها الجانب الفني وجانب السلوكي، جانب الأخلاقي، جانب الإداري، أيضا جانب اللي متعلق بالعائلات. بالتالي هو برنامج متكامل ضمن العديد من الأشياء اللي تعزز القيم الفنيه والقيم السلوكيه الايجابيه لدى الناشئ. تحديدا برنامج رعايه المواهب الشابه بالتعاون مع دو ولا ليغا ايضا انطلق ولله الحمد، يمكن بدايه من شهرين او ثلاثه عبر معسكر داخلي كان في مركز الكفاءات التابع لدو، وايضا بعد ذلك الشباب اللي تم اختيارهم في هالبرنامج ساروا رحلة لأسبانيا بداية من 15 من أغسطس، وإن شاء الله راح تستمر الرحلة لغاية 31 من الشهر هذا. نعم. كم هو عدد المشاركين أستاذ علي، ومكان أيضا تدريب للاعبين؟ عدد المشاركين من أندية دبي 8 لاعبين. نعم. وأيضا متنوعين في مراكزهم، منهم الحراس، منهم اللي في خط الوسط، منهم أيضا المهاجمين. والمعسكر يقام في جزيرة ماربية في أسبانيا، وحتى الآن طبعا خاض الفريق أو الفرق هاي أو اللاعبين خاضوا 4 مباريات مع مختلف الفرق الأسبانية، ومنها ختافي، منها ريال بيتيس، ومنها أيضا الفرق الأسبانية المشهورة في قطاع الناشئين والأشبال. نعم. بالنسبة أيضا للفئات العمرية المشاركة في البرنامج ما هي؟ طبعا تحديد الفئة تم بالتعاون مع لا ليغا وأيضا مع شركة دو، واخترنا المرحلة العمرية 16 سنة لأن هي المرحلة
اخوي اللي تشكل اللي ان شاء الله من خلال سنتين بعد المرحله اللاعب بيكون ان شاء الله مهيئ انه يلعب في الفريق الاول. فمواليد 2003 هم اللي موجودين في المعسكر الخارجي الان الخاص بالمواليد. نعم طبعا هناك جهات داعمه لهذا البرنامج، ما هي؟ بلا شك نحن طبعا نشكر شركه دو هي على راس الجهات اللي رعت البرنامج، وايضا نعم. نشكر مؤسسة الليغا نعم. وايضا انديتنا المحليه في اماره دبي كان لها ايضا دور كبير في انجاح البرنامج صراحة. نعم سعد علي، هل تشمل الخطط ايضا رياضات اخرى غير كره القدم؟ بلا شك يا اخوي العزيز مرحله الناشئين والاشبال مهمه مو فقط في قطاع كره القدم نعم. انما والله الحمد البرنامج يشمل جميع الالعاب سواء كانت فرديه او جماعيه. نعم بدينا بكره القدم لان هي اللي ناس تقبل عليها وهي اللي تحصل رعاية أكثر، لكن عندنا نعم. سلسلة برامج أيضا موجهة للعب الأخرى. نعم بالنسبة أيضا لطبعا تنظيم الفعاليات أو هذه الفعاليات الدورية، هل سيستمر مجلس دبي الرياضي بتنظيمها بطريقة مستمرة؟ بلا شك طبعا الاستدامة من أهم العوامل اللي على أساسها يتم وضع البرامج، وبالتالي إن شاء الله تعالى الخطط الموضوعة راح تستمر يمكن أكثر ثلاث أربع مواسم نعم. حسب دورة الاستراتيجية للمجلس. نعم ما هي النتائج المستقبلية أستاذ علي متوقعة من خلال إشراك اللاعبين في برنامج عالية في برامج عالية الاحترافية؟ والله بلا شك طبعا أولا نتفق أن البرامج هذه مدى الاستفادة منها بعيد، بالتالي ما نتري نتائج فورية نعم. إنما إن شاء الله تعالى من خلال استقل مواهبهم والتعرف على الأفضل الممارسات أفضل الأندية الأوروبية والعالمية بإذن الله النتائج تباعا راح تظهر مع المواسم القادمة. نعم شاكرين لك تواصلك معنا سعد علي عمر البلوشي مدير إدارة التطوير الرياضي بمجلس دبي الرياضي، شكرا جزيلا لك. شكرا لك يعطيك العافية. مشاهدينا الكرام قام معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة بزيارة تفقدية في الديد بالمنطقة الوسطى من إمارة الشارقة صباح يوم الأربعاء أو صباح أمس عفوا الأربعاء موافق 28 أغسطس لعام 2019 للاطلاع على إجراءات مبادرة سنوية لتوزيع مستلزمات الإنتاج الزراعي للمزارعين من مواطني الدولة. المزيد في التقرير التالي. مبادرة دعم المزارعين هاي مبادرة تدعم استراتيجية دولة الإمارات للتنوع الغذائي. طبعا هاي المبادرة تهدف إلى تشجيع المزارعين للزراعة بكافة طرقها سواء الزراعة المائية أو الزراعة العضوية أو الزراعة المحمية. وقامت الوزارة حقيقة بالبدء في دعم المزارعين في مستلزمات الإنتاج الزراعي 2019، وتضم القائمة 37 مادة من مواد الإنتاج اللي هي مواد مستلزمات الإنتاج الزراعي. طبعا هاي المستلزمات تدرس وتوضع لها أفضل المعايير وأفضل المواصفات الفنية من خلال اللجنة المشرفة على وضع هذه المعايير الخاصة في هذا. ضمت هذه المواد الأسمدة منها الأسمدة العضوية والأسمدة الكيميائية بالإضافة للأسمدة التي تدعم الزراعة المائية بالإضافة إلى البذور وأيضا المكافحة المتكاملة اللي هي المبيدات، نتكلم عن المبيدات وطبعا المستلزمات الأخرى مثل المستلزمات اللي هي مستلزمات شبكات الري وأيضا مستلزمات البيوت المحمية. والمزارع يقدر يطلع على جميع المستلزمات هذه من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التغير المناخي والبيئة اللي موجود فيه دليل اللي هو دليل المستلزمات الإنتاج الزراعي 2019. طبعا اجتمعنا مع الوزير دكتور هاني جزاه الله خير وكان حوار إيجابي زين، ويعني قال على اساس انه حاضر، ويعني كل اللي كلمنا عنه سواء عن البذور سواء غيره سواء عمليه التسويق، نحن نعرف ان ما الهيئه وزاره البيئه ما بيديها شيء، لكن قال بيسعون مع وزاره الاقتصاد مع غيره على اساس يسوون مثل ما تقولين بالنسبه للسوق.
يضمنون على الاقل السوق نسبه له بسيطه، يعني احنا ممكن مثل ما تقول معسره او طلابين، المهم العمليه تمشي، العجله تدور زين. بالنسبه للمواد ما مواد جزاه الله خير، تكلم قال ان شاء الله حاضري، ونحن نعرف نحدد لهم مبلغ معين، المبلغ هذا يعني شيء من البذور للاسمده للالواح البوليكربونات للسموم زين، هم يعني يحاولون عمليه توازن يسوون هكذا يعني، والامور ان شاء الله طيبه، ونحن على تواصل وياهم زين، مو بنا في معزل مثل ما او الوزير، لا بالعكس لو بنتصل به في اي وقت، كذلك سلطان علوان جزاه الخير وكيل سعد وكيل زين، ممكن تواصل وياهم في اي وقت، الموسم ان شاء الله بيبدا الحين وبنشوف، لان هذا السوق يعتمد على العرض والطلب، يعني مثل ما تقول اذا زاد العرض هذا شيء معروف من ناحيه اقتصاديه، يقل الطلب زين، بنبدا ان شاء الله يمكن بعد شهر ونص يبدا الانتاج ويبدا التسوق وبنشوف. حياكم الله مشاهدينا من جديد. مع كثرة التحولات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي سادت طبعا مختلف أوجه الحياة التجارية والصناعية والخدمية والاستهلاكية، ومع تميز السوق الإماراتي بقدرته الاستيعابية والاستهلاكية طبعا بصفة كبيرة وباعتباره قطبا اقتصاديا هاما يجذب اهتمام المصدرين والمنتجين والمستثمرين، انتشرت داخل السوق ظاهرة جديدة تعرف بالغش التجاري ورواج سلع مقلدة مجهولة المصدر. لي طبعا تحدث عن هذا الموضوع بتفاصيل اكثر نرحب بالدكتور اشرف امين فرج المستشار القانوني والمحكم بمحاكم دبي للتعرف اكثر عن مفهوم الغش التجاري. اهلا وسهلا فيك دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ. حياك الله. اسمح لي ان انا امتاز هذه الفرصه واتقدم لقناه الفجيره والشعب الامارات حكومه ورئيسا وشعبا بتهنئة بمناسبة العام الهجري الجديد، جعل الله عام خير وبركة على الأمة الإسلامية والأمة العربية. اللهم آمين. الله يحفظك، كل عام وانت بخير أيضا. الحقيقة بكرر شكري لقناة الفجيرة لأنها دائما بتلقي الضوء على بعض الموضوعات الهامة اللي بتهم المستهلك، واليوم موضوعنا وايد جدا كلنا مدوغين من يعني مهم جدا من هذا الموضوع مفهوم. قبل لا ندخل في تفاصيل دكتور، نبغى نعرف مفهوم الغش التجاري بصورة علمية وصورها بشكل عام. نعم، الغش التجاري هو طرق من طرق خداع المستهلك، بتكون عبارة أو المنتج بيقوم بخلط بعض المواد بمواد أخرى غير مطابقة للمواصفات القياسية المتعرف عليها، سواء كانت المواصفات القياسية الإماراتية أو المواصفات القياسية الدولية، وبيتم تسويق هذا المنتج على يعني باعتباره أنه منتج صحيح. والغش التجاري أيضا قد يكون عن طريق بعض الإعلانات التي يعلن عن المنتج باحتوائه على مواد أو يعني بحصول على درجات امتياز معينة أو بصلاحية معينة أو بفوائد معينة من خلال هذا الإعلان، وهذه الأشياء لا تتوافر في المنتج، هذا أيضا نوع من أنواع الغش التجاري. الإعلان عن بعض الجوائز، عن بعض التخفيضات غير الحقيقية، هذا أيضا غش من طرق الغش للمستهلك. الغش التجاري بيكون في أحد الصور التالية، إما أنه يكون غش المنتج وهو خلطه بمنتج آخر أكثر رداءة وبالتالي يجعله قليل الفائدة، أو بيكون المنتج فاسد وتم بيع المنتج فاسد، إما بيكون سبب فساده عدم صلاحيته، انتهاء مدة الصلاحية، التخزين بشكل غير جيد، تعرضه لبعض الرطوبة أو أشعة الشمس اللي يعني بتكون سبب في فساد المنتج. والأمر الآخر هو بيكون عن طريق التزييف أو تزوير العلامة التجارية الخاصة ببعض المنتجات أو تقليدها، فبيجيب المنتج يعني المغشوش ويضع عليه علامة تجارية بدون يعني وجه حق، وبالتالي بينخدع المستهلك في هذه الأمور الثلاثة وبتحقق الغش التجاري للأسف. نعم، أنا قبل لا ندخل في اللقاء قاعدة أتكلم مع دكتور عن موضوع مثلا أبسط شيء اليوم العطور. العطور مثلا في المولات نحن نشتريها على سبيل المثال العطر ب 500. نروح برا مثلا نحصل العطر ب 200. في بعض المحلات لما اساله اقول ليش العطر هذا ب 200؟ انا اشوفه هناك ب 500. يقول انا ايجاري اقل،
وهو ايجاره اعلى، فبالتالي انا منقص هامش الربح عشان ابيع. نعم. فشو مصداقيه هالكلام؟ هل الحقيقه بيت حقق ويعني بيلقى اليها بعض التجار فقط. نعم. لا غير لا، ويقول لك روح ما تستهلك جيك. نعم، لاقناع المستهلك. لكن الحقيقه هناك سعر للمنتجات هذه، هذا السعر بيتم احتسابه على تكلفه المنتج الاصلي، واذا كان مستورد تكلفه استيراده، وبيكون هناك هامش ربح للتاجر يجب الا يتعداه. ولكن في غياب بعض الرقابه على مثل التجار، الحقيقة بيجدوها فرصة ان هم يعني بيتجاوزوا بالسعر يعني كثيرا. في مثل هذه الحالات الحقيقة في العديد من الجهات اللي ممكن نلجأ لها في مثل هذه الحالات، وهي جمعيات حماية المستهلك او ادارات حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد، او الجمعيات يعني فيما يتعلق بالغش التجاري ايضا، في اللجنة العليا للغش التجاري، وهذه اللجنة العليا ينبثق عنها لجان اخرى داخل كافة الامارات، موجود في كل امارة لجنة من هذه اللجان، فيستطيع المستهلك الحقيقة الا يتقاعس، فيستطيع المستهلك أنه يكون إيجابي في مثل هذه الحالات ويتوجه. نعم. لتقديم شكوى في جهة من هذه الجهات، وعلى الفور يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل التجار. نعم. بس طيب دكتور، أيضا من ناحية أخرى، يعني هل بالنسبة للتجارة بشكل عام، أو خلنا نقول دور حماية المستهلك، نعم، ألا تمر مثلا بعض اللجان تكشف أو تمر على بعض هذه المحلات اللي النظر في بعض السلع؟ نعم، الحقيقة فيه آلية يعني ضخمة الحقيقة في دولة الإمارات بالتحديد، باعتبار أن معظم أعمال الغش التجاري أصحابها بيفضلوا أنه يكونوا موجودين في الإمارات باعتبار موقعها الجغرافي التجاري. دولة الإمارات بتعتبر رابطة ما بين الشرق والغرب في التجارة. دولة الإمارات بتعتبر من أكبر الموانئ اللي بيتم من خلالها استيراد وإعادة تصدير هذه المنتجات. نعم. الحقيقة بعض التجار، إحنا مش هنقول كل التجار، بعض التجار بيستغل هذا الأمر، وإنه بيحاول إن هو يتجر في المواد المغشوشة، سواء كانت يعني أغذية إنسان أو كانت يعني ملابس أو أدوات، حتى الأدوية فيما بعد ايضا بيتم يعني الغش فيها أيضاً. حتى الادويه. وبالتالي دور الامارات الحقيقه هو دور قوي في مجابهه ومواجهه هذا الغش. هناك آلية الحقيقه لحمايه الدوله من الغش التجاري، ومش بس حمايه دوله الامارات فقط غير، ولكن حمايه الخليج بصفه عامه من هذا الغش التجاري. هذه الآلية بتتكون من مجموعه جهات. الجهة الأولى في الحماية الحدودية، دي أول شيء، الحماية الحدودية للغش التجاري، من الغش التجاري. المستورد أول شيء بيجي عن طريق الجمارك أو بيجي عن طريق منافذ الدولة، سواء كان منافذ الطيران أو منافذ أو المواني، بالبضاعة بتاعته. الحقيقة الجمارك ودورها الكبير جدا جدا في منع دخول الأغذية أو منع دخول المواد بصفة عامة، سواء كانت الأغذية الفاسدة أو العلامات التجارية المقلدة أو كافة الأمور التي تخرج عن نطاق المواصفات الإماراتية أو المواصفات الدولية. هناك بعض الأجهزة الرقابية أيضا، زي جهاز إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، وهناك المفتشين المدربين على مثل هذه الأعمال، وبالحقيقة بينطلقوا مجرد وجود أي شكوى من أي مستهلك. نعم. إلى الجهة المتواجد فيها هذه الوضع، وبيتم. نعم. تحرير محاضر التفتيشية وإثبات ما تم ضبطه من مواد غير صالحة، سواء كانت غير صالحة للاستهلاك الإدامي أو كانت تحمل. نعم. علامات تجارية مزورة أو مغشوشة أو أيا ما كانت يعني صفة. نعم. عدم صلاحيته. وبيتم بعد ذلك تحرير هذه المحاضر، وبيتم التحفظ على هذه المنتجات واتلافها يعني تقريبا. والله هو كان في السابق اتلافها، انما الحقيقه الان دوله الامارات كانت سباقه في انها تحذو حذو جيد جدا جدا، وهو اعاده تدوير هذه
الاشياء اذا تم المحاكمه بمصادرتها. خليني حضرتك استبقت الامر بشويه. نعم. انه لانه لابد بعد هذا التفتيش انه اذا وجدت البضائع غير صالحه للاستهلاك او مقلده بيتم احاله الشخص الحائز لها او البائع او التاجر او المستورد او حتى المصدر، بيتم احالته الى النيابه العامه بتهمه الغش التجاري. بيتم التحقيقات وايضا بتم اتخاذ اجراءات تحفظيه على المواد المضبوطه ثم تحال الامر بعد ذلك الى المحكمه. في حاله ادانه المتهم بيتم يعني مصادره هذه، طبعا بيتم من ضمن الحكم بيتم مصادره هذه الاشياء. نعم. او اغلاق المحل التجاري الخاص به. نعم. انما المصادره الحقيقه دلوقتي دي الجزئيه اللي ساعتها كنت توقفت عندها. نعم. وهي انه بيتم اعاده تدوير هذه المواد، يعني بعد ان كانت بيتم اتلافها ودون الاستفاده منها، لكن دلوقتي بيتم اعاده تدويرها اما بانه ادخالها في منتجات اخرى تصلح لحالتها الحاليه، وليكن إذا كانت أغذية إنسان فاسدة ولكن يجوز تدويرها في أعلاف الحيوان. نعم. فبيتم إعادة التدوير. إذا كانت منتجات بلاستيكية يعني تحمل علامات تجارية مزورة بيتم إعادة تدويرها في تصنيع منها منتجات بلاستيكية أخرى صالحة وفقا للمواصفات. نعم. جميل جدا. نعم. دكتور، طبعا ظاهرة الغش التجاري الحين في المجال الإلكتروني منتشرة جدا، والناس صارت تتسوق أونلاين وتطلب أشياء لما توصلها تنصدم، وهي صارت وأنا من ضمنهم صراحة، والحين قمت ما أطلب أبدا من صحيح طبعا المواقع الإلكترونية. هذه بعد قصة أخرى. صحيح. هو لا شك أنه أي تطور يعني أي تطور يعني فكري أو اقتصادي على طول بيجابه أو بيقابله. نعم. تطور إجرام. نعم. تطور إجرام. تطور إجرامي صحيح. تطور إجرام. الحقيقة المعاملات التجارية الإلكترونية أو المنشأة كانت رائعة وكانت وسيلة سريعة وفعالة في سهولة التعاقدات التجارية، ولكن الحقيقة البعض استخدمها استخدام غير حسن وأنه بدأ استغلالها استغلال سيء. الحقيقة الفرق بين التجارة الإلكترونية والتجارة العادية أن حضرتك بتكون مجابه. نعم. للتاجر. نعم. وبتتعرف عليه وبتشوفه وبتقدر تستشعر منه إذا كان صادق أو غير صادق أو صحيح. حتى تشوف السلعة أمامك أيضا. بالضبط كده. نعم. إنما في التجارة الإلكترونية أنت بتتعاقد على صورة السلعة وغير مدرك للشخص الآخر اللي في الجانب الآخر البائع، وقد يعرض على حضرتك سلعة تروق لحضرتك، ولكن لما بتيجي تستلم السلعة بتلاقي سلعة مخالفة تماما، السعر أيضا مخالف، السعر مخالف، يعني أنت تشوف السلعة ب 20 درهم يوم توصلك 35 درهم. صار سعر التوصيل 50% وسعر يقترب من سعر السلعة نفسه، يعني ما طيب. سويت شيء. أضف إلى حضرتك كمان أنه ربما ما تصلش لحضرتك السلعة بعد ما بيتم الخصم من المبلغ بتاع حضرتك. نعم صح. وربما بإفصاحك عن بعض البيانات والمعلومات الخاصة بحضرتك سواء عن البطاقة الائتمانية أو المعلومات الشخصية يتم استغلالها باستغلال سيء. صحيح. ويتم أيضا ارتكاب بعض الجرائم الإلكترونية. الحقيقة هناك أيضا، وده هيحتاج حلقة خاصة أخرى إن شاء الله. نعم. نتكلم عنها عن الجرائم الإلكترونية. نعم. والعقوبات الواردة بها، إنما في عقوبات. نعم. لمثل هذه الجرائم. نعم. الوقت يدركنا نحن دكتور، لكن أبا أروح لموضوع خطورة الغش التجاري على الدولة. البعض يقول يعني خلوا الناس، في ناس فقراء وما عندهم، خلوا الناس تسترزق وتأخذ هالشيء، لكن أيضا نبغى نبين للمشاهد ما مدى خطورة هذا الأمر على المدى البعيد والقريب أيضا مش البعيد. هو الحقيقة مبدأ خلي الناس تسترزق يعني مش يعني الحقيقة يجب ألا يفعل. نعم. هو تسترزق ولكن ممكن يكون الأمر من سلع حقيقية. نعم. يعني التاجر الذي تكون تجارته في سلع غير مغشوشة هو. نعم. أيضا استرزق وبيكسب كويس. الأشخاص اللي بيتاجروا في مواد يعني في سلع مغشوشة يتاجر في سلع غير مغشوشة، ده من حيث المبدأ. الأمر الحقيقة أنه كان استفسار حضرتك الأول على عن طبعا تكلمنا قبل عن الغش التجاري في المواقع الإلكترونية ومن ثم انتقلنا موضوع تأثير على الاقتصاد، التأثير على الدولة وأيضا حتى. نعم. على التأثير على الاقتصاد. الأمة دول، الدولة أفراد. نعم. التأثير في حالة قيام المستهلك بشراء سلعة. نعم. غير صالحة للاستهلاك الآن. نعم. رقم واحد أنه هو أنفق أموال
في غير محله، ده بيأثر على دخله واستهلاكه المالي. نعم. رقم اثنين انه هذا المستهلك اذا توجه الى محل تجاري واشترى منه سلعه مغشوشه او غير صالحه لن يتوجه اليه مره اخرى ولن يتعامل معه، بل على العكس سينصح اقاربه واصدقائه بعدم التعامل مع هذا. نعم. التاجر، وبالتالي اوقف عمل هذا التاجر. نعم. على المستوى بقى الدولي او المستوى الاقتصادي الدوله، حد حرك الاول مثال، لو افترضنا انه شخص لديه سياره واشترى اطاراتها لهذه السياره غير صالحه، ماذا سيترتب على ذلك؟ اثناء سيره سينفجر هذا الاطار. نعم صحيح. ستنقلب السياره، ربما حفظك الله وحفظ المستمعين، ربما يصاب بمرض ما او يؤدي الى الوفاه. الى الوفاه. الى الوفاه. نعم. اليست هذه خساره بشريه اعظم وخساره اقتصاديه بسبب مبلغ زهيد؟ نعم. قس على ذلك كم عدد هذه الحوادث، كم عدد اذا المراه اشترت بعض المواد التجميليه نعم واصيبت ببعض الامراض. صحيح. وصارت خساره للاسره، خساره للمراه، للشخص المستخدم، خساره للاسره، خساره للمجتمع، وايضا علاج ادبال ذلك. العلاج ايضا. كم من الاموال ينفق في استيراد هذه السلع المغشوشه؟ أليس ذلك مؤثر على اقتصاد الدولة؟ طبعا طبعا. كل هذه الأمور هو يعني مؤثرات على اقتصاد الدولة. طبعا يعني ممكن الإنسان يعني بعيد الشر، ومش ممكن طبعا، هو محرم أنه يغش في أي شيء، ولكن في ناس للأسف يغشون حتى في الأدوية. لا حول ولا قوة. يعني يسمون الناس بأدوية، فخلنا نتحدث عن هذا الموضوع، للأسف هم موجودين دكتور. الحقيقة موضوع غش الأدوية ده موضوع هام جدا جدا، لانه يعني هو يستضعف ضعيف. صحيح. يعني هذا المريض اللي في حاجه الى الدواء يعني ما بيذهب الى الدواء الا لحاجاته الماسه لهذا الدواء، وتقوم انت تضر اكثر يعني فوق الضر اللي فيه. ربما يكون هذا المبلغ هو يعني دخله بينفقه في هذا الدواء. صحيح. فتيجي يعني ترهقه ماليا وترهقه بدنيا. الامر الحقيقه، وانا باشيد بدوله الامارات في هذا الامر، لانه كان هناك عده مؤتمرات قد عقدت بهذا الشان. الحقيقه كان لي شرف المشاركه في مؤتمر الملكيه الفكريه والدواء، وكنت قدمت ورقه عمل مضمونها حمايه الدواء عن طريق براءه الاختراع، وانه الحقيقه طلبنا بالفعل، وده تم بالفعل، انه تم حمايه الدواء عن طريق براءه الاختراع، لان الحقيقه المستكشفين والعلماء يبذلون الحقيقه الجهد الجهيد في انتاج دواء وباسرع وقت ممكن اذا ما ظهر مرض معين. ظهور هذا المرض لا يحتاج الى سنوات من الدراسه علشان يعني اتي بدواء مناسب له، انما الحقيقه بيتم العمل الدؤوب وصرف المبالغ الطائله لاجراء التجارب علشان الحصول على هذا الدواء. نعم. في اسرع وقت ممكن. نعم. الحقيقه ما ينفعش ابدا ان الدعوه ان الشركه هذه تنفق هذه الاموال وتاتي شركه اخرى وتقلد هذا الدواء او. نعم. او تغش. طبعا. فالحقيقه الدوله كان لها السبق في العديد من المؤتمرات ووضع. نعم. كثير من الاليات للحفاظ على. نعم. الأمر يعني. دكتور، الموضوع ذو شجون مثل ما يقولون، وما تكفينا حلقة كاملة، لأن فعلا الموضوع مهم يخص جميع أفراد المجتمع، ولكن رسالة لكل طبعا المشاهدين هم ينتبهون على كل أشياء يشترونها وما يترددون في الإبلاغ عن أي شيء يشوفونه. شكرا لك دكتور أشرف أمين فرج، المستشار القانوني والمحكم بمحاكم دبي. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، نظمت جمعية المعلمين ملتقى المرأة الإماراتية أمس بقصر الثقافة بالشارقة احتفاء بيوم المرأة الإماراتية، وركز الملتقى الذي جاء تحت شعار المرأة الإماراتية قيادة وريادة، وشارك فيه قيادات نسائية ومجتمعية من طبعا التي لعبنا دورا رياديا في نهضة الوطن ورفعته. المزيد في هذا التقرير. هذا اليوم يوم المرأة الإماراتية، أحب أني أبعث برقية الشكر وتهنئة أيضا إلى القيادة الرشيدة وإلى أم الإمارات صاحبة السمو الشيخة فاطمة بنت مبارك حفظها الله على الدعم الذي تقدمه للمرأة الإماراتية والمرأة العربية، وأيضا أتقدم بالشكر أيضا وتهنئة قلبية إلى صاحبة القلب الكبير الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي على دعمها للمرأة الإماراتية.
الإماراتية والعربية، وأيضا أوجه الشكر لكل القيادة الرشيدة على كل ما يبذلونه من جهد من أجل تقديم الدعم للمرأة الإماراتية. وأقول لكل النساء، أقول للمرأة الإماراتية كل عام وأنت بخير، كل عام وأنت ملهمة الأجيال، كل عام وأنت من تميز إلى تميز، كل عام وأنت شخصية متفردة وشخصية استثنائية، كل عام وأنت مثال يحتذى به على مستوى العالمي وعلى المستوى أيضا الإقليمي. المرأة الإماراتية أصبحت نموذج الآن يحتذى به، وقد حققت الكثير من المكاسب والكثير من الإنجازات في كافة الميادين وكافة المجالات. كل عام وأنت بخير يا قلب ونبض الوطن. حقيقة نفخر بوجود هذا اليوم، يوم المرأة الإماراتية، وهذا اليوم ما جاء إلا لتمكين من سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه للمرأة الإماراتية، وأيضا من أم الإمارات وحكام الإمارات، حتى تبوأت المرأة الإماراتية المناصب القيادية وتمكينها. وأيضا نحن نعيش الآن العرس الانتخابي للمجلس الوطني في دورته الرابعة، وتمكين المرأة الإماراتية بنسبة 50% لمقاعد عضوية المجلس الوطني الاتحادي. ومشاركتنا في هذا الملتقى ما جاءت إلا لتعزيز الدور الثقافي والريادي للمرأة الإماراتية، وعرض نماذج متميزة وقيادية من نماذج ورائدات للمرأة الإماراتية في هذا الملتقى. النهاردة طبعا إحنا بنحتفل بيوم المرأة الإماراتية، بنقول لكل امرأة إماراتية وعلى رأسهم السيدة الفاضلة أم الإمارات الشيخة فاطمة والشيخة جواهر وكل شيوخ الإمارات، بنقول لهم كلهم كل عام وأنتم بألف خير، وشكرا لكم على كل شيء أنتم بتقدموه للمجتمع الإماراتي وللمرأة الإماراتية. المرأة الإماراتية دلوقتي أصبحت الطيارة والقائدة والدبلوماسية والوزيرة، وأصبحت كل شيء حلو في الإمارات، ومزيدا من التقدم لدولة الإمارات. وكل عام وأنتم بألف خير. حياكم الله مشاهدينا من جديد. بنروح وياكم الآن لمدرسة الحمرية لكرة القدم للفئة العمرية من 7 سنوات إلى 10 سنوات، وطبعا في نادي، وذلك في نادي الحمرية الثقافي الرياضي. للحديث عن هذا الموضوع وتفاصيل أكثر معنا في الاستوديو الأستاذ حسين محمد الحمادي، المشرف الإداري لقطاع كرة القدم للمراحل السنية في نادي الحمرية الثقافي الرياضي بالشرق. أهلا وسهلا فيك، حياك الله حسين. حياك الله. بداية نود التعرف معك بنبذة عن مدرسة الحمرية لكرة القدم. مدرسة الحمرية لكرة القدم مدرسة للفئات العمرية اللي هي فئة البراعم. نعم. تستهدف هاي الفئة انك انت كيف تطور منها، انك يعني تطور من مهارات التدريبية. نعم. وكيف تثقفهم من الناحية الرياضية اساس انه يوم يوصلون فريق الاول انه يكون هاللاعب جاهز، يعني ان يكون جاهز يعني مشارك في الفريق الاول. اهم شيء ان اللاعب هذا يوم يوصل فوق انه يعطي نبذة عن يوم اللي خذاه عن يعني مدرسة كرة. خبرنا اكثر اخوي حسين عن اهمية البرنامج والفئة اللي يستهدفها اكثر. برامج اللي حاطينها عندنا في النادي برامج ثقافية قبل ما تكون رياضية. نعم. ان انت كيف تخلي اللاعب هذا يحترم الشخص اللي قدامه، وكيف انه يحترم الوقت وقت التمارين. نعم. ان انت كيف من الامور يعني ان اللي هي الاساسيات، الالتزام يعني من ناحيه التمارين، الالتزام. نعم. من ناحيه كيف يتعامل مع الحكم او يتعامل مع فريق الخصم. نعم. نتعلم يعني على. نعم. عدد الفرق المشاركه في النادي اخوي حسين. عندنا مشاركين مدرسة الكرة اللي هي الفئة من 7 سنوات إلى 10 سنوات، وعندنا فريق 14 سنة اللي هو فريق الأشبال، وفريق 16 سنة اللي هم فريق الناشئين. نعم. وفريق الأول. نعم. مدى أيضا جاهزيتكم أنتم للفرق المشاركة في البطولات؟
جاهزية الحمد لله رب العالمين. من فترة بدينا الإعداد للفريق 14 سنة وفريق 16 سنة من خلال أن دخلوا في معسكر داخلي لمدة أسبوع، وقبلها كان بادي البرنامج بشكل يعني تمارين بس في الفترة المسائية، ومن أسبوع دخلنا في معسكر داخلي كانت تمارين على فترتين صباحية ومسائية، أنك أنت كيف ترفع معدل لياقة اللاعب هذا أنه يوم يدخل موسم جديد يكون جاهز إن شاء الله. نعم بإذن الله تعالى. وين مكان إقامة إن شاء الله المعسكر الداخلي؟ في فندق النادي عندنا. جميل. فندق النادي يمكن من أحسن فنادق عندنا، يعني فنادق رياضية، يعني اللاعب للمعسكرات الرياضية في الدولة عندنا نحن. نعم. من خلال عندنا كل شيء متوفر للاعب إنه يكون يعني جاهز للمعسكر، جاهز للموسم الجاي. الأمور رائع جدا. دعم الإدارة لكم في نجاح هذا البرنامج، شوفوا الإدارة برئاسة سعادة جمع عبيد الشامسي أبدا مو مقصرة ويانا، مفرط لنا كافة الإمكانيات يعني اللي نحتاجها للموسم، يعني من خلال توفير أدوات الرياضية، توفير يعني جو المناسب المعسكر أساس تنجح المعسكرة، كيف أنت ترفع يعني كفاءة اللاعب هذا أنه يوم يدخل الموسم الجديد أنه يكون يكون جاهز يعني من كل النواحي. رائع جدا ودوركم كبير في دعم اللاعبين. قبل هذا الأمر كيف يتم اختيار اللاعبين، بناء على ماذا؟ اللاعب هذا يوم يعني يجينا لاعب جديد عن طريق ولي أمر اللاعب أو عن طريق الأكاديمية يدش مرحلة اختبار على حسب مدة أسبوع أو أسبوعين أو ثلاث. عندنا نحن ناس مختصين يقيمون اللاعب هذا، هل اللاعب هذا يصلح للعبة كرة القدم أو ما يصلح. في حال أنه يصلح خلاص يتم تسجيله وأنه يتدرج ويا الفريق، في حال أنه ما يصلح لا بالعكس، شوف نحن النادي عندنا ما نطلع اللاعب، نشوف له لعبة ثانية في النادي ممكن أنه يفيدنا في اللعبة الثانية يعني. نعم يعطيك العافية أخوي حسين، شاكرين لك وجودك معنا. الأستاذ حسين محمد الحمادي المشرف الإداري لقطاع كرة القدم للمراحل السنية في نادي الحمرية الثقافي الرياضي بالشارقة، شكرا جزيلا لك. شكرا وأنا سعيد أني موجود إياكم. سعد. ومن منبركم هذا أنا بس أحب أشكر سيدي صاحب السمو الشيخ دكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو مجلس الأعلى حاكم إمارة الشارجة على دعمه اللامحدود للرياضة بشكل عام في إمارة الشارجة، وأحب أشكر مجلس الشارجة الرياضي على دعمهم للرياضة بعد في إمارة الشارجة على دعمهم لنادي الحمرية بشكل خاص، وأحب أشكر مجلس نادي الحمرية، مجلس إدارة نادي الحمرية برئاسة سعادة جمع عبيد الشامسي لموفرين لنا كافة سبل البراحة. تستاهلون كل خير، الله يحفظك. شكرا استاذ حسين. شكرا. مشاهدينا الكرام وصلنا وياكم لختام حلقتنا لهذه الليله، تقبلوا تحياتي انا علي وبر، تقبلوا تحيات فريق البرنامج، نلقاكم يوم الاحد ان شاء الله في نفس الموعد في امان الله ورعايته.